يا ابو حمد يا ابو غلاف نوفي ولا نوفي ولا مع محمد ابو غلاف. كل عام والشعب التونسي العظيم يحب بعضه. البارح ريت مشطره كيفاش التوانسه يموتوا على بعضهم. عملت دورة صغيرة على صفحات مختلفة وين ما ثم خبر إيقاف نور الدين بوطار مدير عام مزيك، حتى حد ما يعرف شنو سبب إيقافه. هاي عينة مصفية خالية من الدسم ومن العبارات الوضيعة اللي تعكس الأخلاق الرفيعة للي كتبوها على صفحة شمس فهم. فرحة المظلوم لسقوط الظالم ليست شماتة، كان صانع عند بالحصان الطرابلسي بقدرة قادر ولا صاحب إذاع. الكل باش تمشيو ورا معمل اللي يجور. لطفي العماري وقتاش العاقبة الأمثال وفي شموسة بن علي، يقصد في إذاعة شمس، طاح يلم فيها الأغنياء الكل في الحبس. الحمد لله فقراء ومزمرين كلنا مع قيس سعيد، حتى هو نهار كامل يسيب في السموم يحكيوا على نور الدين بوطار. السلطة ملك الشعب كلنا قيس سعيد. العاقبة للتاسعة والتونسية، اللي كتب التعليق هذا مازال ما حينش معلوماته، رأي التونسية تبدل اسمها ولات الحوار التونسي. اللي بعده الصيد بالكركارة، واصل قيسون ربي مع الزوالي. الإعلام الفاسد مكانكم السجون يا مرتزقة، لازم يهزوا معاه الرفاق الكل. قيس سعيد في الطريق الصحيح، فعلا قيس سعيد رجل المرحلة ورجل الإنقاذ والتطهير، برافو. تعليق آخر، اللهم إني شامت. وتعليق أخير، أضرب يا البدري. زيد نقول لكم تعليقات موسم صيد الكلاب الضالة، وتوا بدأت المحاسبة الصحيحة. سامحوني اللي كتبوا زنس العبارات السامة، هل يعرفوا نور الدين بوطار؟ قرأوا له نار مقال من اللي كان في الشروق، يسمعوا مزيك ولا عنده برا أضرب يا البدري. ما صح الشعب متسامح والتونسي للتونسي رحمة؟ مش احنا شعب 3000 سنة حضارة؟ مش احنا اللي قال سيدنا قبل الأيامات، الكفاءات التونسية التي هاجرت إلى الخارج لا تقدر بثمن، فتونس هي في الواقع من يقرض الذي يقرضها في الخارج. مش هذه تونس الأولى في حقوق المرأة في العرب وإفريقيا؟ مش هذه تونس اللي حرت العبيد والغات الرق؟ مش هذه تونس اللي عامم التعليم وفرضته إجباري في دولة الاستقلال؟ مش هذه تونس اللي مشاوا ولادها الفلسطين حاربوا عام 48، مشاوا على البر؟ نشوف ونقرا ومانيش فاهم شو اللي صاير لنا توا اكثر من 10 سنين. ننفخ فرواحنا بالطرمبة، احنا اللي عملنا الربيع العربي وشهداء الثورة وطايحنا بن علي ولقينا صدورنا الكرتوش، ومن بعد نصرة الإسلام ونصرة الرسول ونصرة فتح علي خان، وبعد 25 تبدلت النغمة ولات الشعب يريد. وكأننا نهار 18 ديسمبر، كأننا ما زلنا في القصبة واحد، لا تعملت انتخابات التأسيسي ولا انتخابات 2014. 10 سنين من أعمارنا حطيناها في شكارة وطيشناها في سبخة الكلبية، أما شنية النتيجة؟ سلمش منا حد من 14 جانفي لليوم. مصر مش عاجبتنا كيفاش السيسي يطيح بالإخوة، قال لك انقلاب ومش هذه الديمقراطية ولا هذا الربيع العربي. المغرب مش عاجبتنا، اش معناها ملك يحكم ويورث الحكم لأولاده من بعده. والجزائر هي الجيش يحكم من وراء الستار. وليبيا شي منا مع حفتر وشي مع عبد الحكيم بالحاج وشي مع الدبيبة وشي مع لا شي. وقطر هي من وقتاش ولا الدولة تقد نابل. والإمارات ما فيهاش ديمقراطية ومطبعة مع إسرائيل. باي والسعودية فيها بتربي، لا لا بن سلمان قاتل، قلوبنا رقة الخاشقجي. أولاده سامحوا تنازلوا على دمبوهم واحنا مكبشين. وسوريا لا لا بشار الأسد ماهوش ديمقراطي. حتى الشنوة ما سلموش منا، قال لك يضطهدوا في المسلمين الإيغور.
قعد شي حد سلم شي حد من لساناتنا ومن بعد يمدوا ساقيهم ويقول لك شبيهم ما يعطوناش شبيهم ما يعاونوناش حتى حد ما يسأل روحه علاش باش يعاونوك صندوق النقد الدولي جابك ونساك من ذريته اتلم وعول على روحك وفيق على حقيقتك غالطين فرواحنا محمد الصادق بي اللي عمل اول دستور في البلاد هو بيدو اللي طاطا راسه وصحح معاهدة الحماية في عهده تبنات المدرسة الصادقية تسميت على اسمه اما كان ينادي المصطفى بن اسماعيل كبيتي يرعش عليه هذا حكمنا واحد بيدوفيل في الكورة تسمحهم يحكيوا الجرينتا والجرحة تقول ما عندهم كان هما رضى حالهم مولى الكورة في حليب البيبرو والبقية خاينين بلدانهم ما ثم كان احنا نوسور الاخرين فلالس شوية الطاقة اللي عنا في بلاصة نصرفوها في حل مشاكلنا نفرتوا فيها في الكلوف وندخلوا في اللي ما يهمناش عملنا عدوات مع الناس كل حد يقول لي شو اللي ربحناه اقل بلاد تمشي لها في الشرق ولا في الغرب ما تراش كياس محفر ولا يعديوا في حلاقهم ولا كوابل بمناسبه ومن غير مناسبه سؤالي علاش كياساتهم تصمد واحنا لا ديما نحفروا علاش مؤسساتهم صحيحه واقفه على سيسان صلبه وعرس اسمنت مسلح واحنا مؤسساتنا اللي جي فحج تمشي وتجي الدستور تلغى البرلمان بجرة قلم تجمد ومن بعد تحل هيئة مراقبة دستورية القوانين تفسخت المجلس الأعلى للقضاء تمسح بشيفونة وقبلها تنحى مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتجمع بيدو تحل مشاك زيز رغم الحزب من عام 34 وقالوا فيه زوز ملايين ونص منخرط ونغبروا علاش ما دفع لي حد كان عبير موسي المصيبة اخر امين عام للتجمع ختمها ولا مستشار الرجل غنوشي مش عينا واحنا نتغناو بدولة المؤسسات وين المؤسسات متاع قبلنا متاع توا وين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما زالت مستقلة وين نهاية مكافحة الفساد؟ هني كاري مقر في البحيرة بمليار في العام ومقر آخر في البلفيدير والحانوت مسكر والله لا يرجعها إذا بالمودان اللي كانت عليه يجي واحد يحطها في مكتوبه ويولي فرعون مولى الباتين ده الفاتق الناطق هو اللي حقق ويحيل للقضاء لا مداولات مجلس لوالو جي شكاية نوع يردها نوع واحد آخر البوصلة ما يحددهاش القانون ولكن المزاج الشخصي والصحبة والعلاقات والعداوات مش توانسة هم اللي سيروا قوافل للجهات اللي متسمية داخلية أول الثورة مش جيراننا كانوا يعسوا علينا وإحنا راقدين في أمان الله وقت ما ثماش بوليسية في البلاد سلموا سلاحاتهم للجيش وكل واحد شد داره مش التوانسة حلوا ديارهم قبلوا الليبية ضيوف عندهم مش لاجئين ونمشي هذا علاش يضر وجه آخر مخيف فينا ماكينة متاع كراهية وحقد الكل ضد الكل تحسها نار لو تشعل تحرق البلاد والعباد علاش نوا علاش هو نتعاركوا أصلا تساند في النهضة أو قيس سعيد أو يوسف الشاهد أو الباجي قايد السبسة أو المرزوقي أمورك أما الكلهم ماشيين ياخذوا وقتهم ويروحوا أحنا اللي باقيين أولادك أنت هي أنت اللي تسمع فيها توا في كرهبتك ومش عاجبك كلامي أش باش تخلي لولدك اغزر له في عينيه باش تقول له صفاقسية خايبين ما يحبوا كان رواحهم السواحلية يزيهم حكمه في البلاد والجنادبة حاجة المحل والجرابة اشطر نصيحة ليهم والكافية مش خدامة هي انت شكونك انت حاجة اخرى مختلفة مصنوع من طين اخر قديش احنا باش نعملوا في بعضنا هذا الكل في نهار تدورها تونس من اقصى الشمال لاخر نقطة جنوبها الوين ماشيين بالمكابرة مني تقرع الوين ماشيين بهزان القفة والحسد والحقد والنميمة والشماتة والكره
وشكونك انت وشكون هو؟ الوين ماشيين بنكران الجميل وتسمع وتميع كل ما هو جدي. في نهار تدورها تونس من اقصى الشمال لاخر نقطه جنوبها على سكرنا على رواحنا، زعما احنا خير من الالمان والامريكان وكندا واستراليا. الدول العظيمه هذه تحل البيبان، تقبل افضل ما ثم في العالم، تستفيد من التجارب الكل، من الكفاءات، من تعدد الثقافات، من تعدد الاديان. مسلم بوذي ما تامن بحتى دين، امورك المهم استقامتك، جديتك، كفاءتك. الا احنا سكرنا على ارواحنا، شنو عبقريه ولا خوف نتكشفوا ويتعرى ضعفنا وعجزنا وقله كفاءتنا؟ هاو الرسمي، علاش تسكر في بابك اذا بنيك صحيح؟ شنو هي الحاجه اللي لقينا لها حل تا 11 عام؟ عصام بوقرة عدى في الحبس عامين لانهم لقاو عنده عرف ماريخوانا والله اعلم شنو في محبس في داره. سينما يطير طيران ما ضر حد، عدوا له بداية الترويج. شكون قال لك؟ اش ربحت كي دكيتو في الحبس؟ هكا عامل قوانين قاسية، منع الدخول الزطلة والغبرة، ما هي كلها جاية من برا. فاش نجحت قولنا، هات نتحاسبوا. مكرم الزروي عنده 15 عام في قلبه، محكوم عليه 25 عام. برشا كلام تقال عليه، انه ما توفرتلوش شروط المحاكمة العادلة زمن بن علي، على اساس توا عندنا محاكمات عادلة. نسكت خير، اللهم نعمل غمضات على عيني. مكرم الزروي مغني الراب، 4 احكام حكمت على ولاده ويتيتموا وابوهم عينه حية. يلزم يموت مكرم الزروي باش تخرجوه من الحبس. هذه هي الثورة متاعكم، ثورة الحرية والكرامة؟ وش هي المحاسبة اللي ولات نشيد وطني؟ شو اللي صار في البلاد؟ فيك مشكون عدى 27 عام في زنزانة انفرادية كيما مانديلا؟ مانديلا قهر الخوف بشجاعته مش انتقم اللي سجنوه. 27 عام في زنزانة في جزيرة، وقف مع اللي حبسه وقال ان الشعب الشجاع لا يخشى المسامحة مش المحاسبة من اجل السلام. اذا توا المحاسبة ما لفاش تصرفت عشرات المليارات متاع هيئة بن سدرين، هيئة الحقيقة والكرامة. إذا المحاسبة توا ما لفاش كنا نعملوا 10 سنين نقعدوا في العود ومن بعد طمزنا بعينينا. المحاسبة ما تعنيش مطاردة الساحرات. عام 1692 تم إعدام 19 شخص وزوز كلاب على الساحل الشرقي الأمريكي بتهمة ممارسة السحر. 14 نمرة و5 رجال تم إعدامهم. التحقيقات شملت 185 الكل اتهموا بممارسة السحر. الخوف عم البلاد وقتها، رجال قودوا بنساهم واخوات باعوا اخواتهم وبنات اماتهم، كل واحد يحب يمنع بجلده. وتنفذت الإعدامات بالخنق والشنق والإغراق والسحق تحت الصخور. أبرياء ضعفاء مشوا في العفس من غير أدلة. هل تحب المحاسبة في تونس اليوم بالمعنى هذا يا توانسة يا شعب يا عظيم، ولا تحبوها بعلوية القانون؟ حتى حد ما على رأس وريشة أيا كان ومهما كان ومهما كان موقعه في الحكم ولا البرة، اليوم سقيك في الركاب غدوة الدور الماكينة. المرزوقي كان في قصر قرطاج وينه توا؟ ما هو محكوم عليه غيابي. كلمة واحدة نقولها للي راكب توا، فكر في نهار اللي تهبط ورد بالك من اللي يهتفولك بالروح بالدم يكذبوا عليك. ما فداوش بورقيبة بدمهم وبن علي اللي يتبكاو على الخير اللي كان في وقته وكانت الدنيا رخيصة اعطوه بالظهر. ما تأملهمش وفكر في نهار غدوة وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا محمد يا أبو غلاف.